هنا هنا أصبح المجد هنا، وإن شاء الله طول عمرنا يكون المجد موجود بيننا وفي ديرتنا وبين أهلنا، وطول عمرها الكويت تبقى هذه الدانة وهذه العروس اللي تنير الخليج والدول العالم كلها. الطاقات الشبابية كلها موجودة هني، والروح الوطنية اللي أخذناها مع فرقتنا نغم كويتي اليوم أخذنا يعني الأغاني، ما أجمل الأغاني الوطنية وما أجمل الأغاني اللي إحنا نتغنى فيها. مساكم الله بالخير، وإن شاء الله تكون حلقة وبداية أسبوع مميزة. مساء الله بخير نورة. مساك الله بالنور يا هلا مرحبا. هالطاقة اليوم سعود مو بس من الأغنية، جاي من ويكند وإجازة وسفرة سريعة، بس أنت رحت من هني من غير شر ويانا الهواء البارد تبعك. لا لا أنا ما سافرت ترى، كنت بالديرة يعني. أنا سويت شغلة، قلت أبي أحاول أشوف السياحة في الكويت، السياحة الداخلية. فقعدت أسرج إن أنا ما عندي وقت أسافر، وفي ناس كثير عندهم عيالهم عندهم اختبارات ووقت قصير وتذاكر غالية، وين أروح؟ فشفت لي يعني تجار، في بعض التجار يعجبوني والله، التجار الكويتيين يستثمرون في ديرتهم. فشفت فندق جراند هيات يعني انه مسوين شيء جديد، ان انت واسرتك تروح وبين المجمع وبين هالمطاعم، والجو مثل ما انت قلتي حلو. بالي مسافر الفندق. لا والله الفندق اجواء كانه اجواء خارج الكويت ولكن سياحه داخليه. اشكر بصراحه الاستاذه وفاء خداج مديره العلاقات العامه والتسويق في فندق جراند هيات. الامانه انصح اي احد يجرب السياحه الداخليه نوره، الجو تعدل. وكل شيء عندنا في الديره الجو حلو، والحين بعد راح تشوف الزحمه بالمحلات، الناس تجهز حق كشتاتها ومخيماتها، واللي عنده مثلا قاعده بالحوش ولا برا بالحديقه، والحين بعد بالروف وهالحركات. صح. فراح تشوف الناس خاص تبش يعني تبلش تجهز شغلها حق هالجو الحلو. اللي عجبني في الكويتيين يا نوره انه مبدعين تبارك. صح. الرحمن قاعد اشوف سطح البيت اللي على قولتهم الروف، شلون البيوت الكويتيه متفننه بتعديلها وتضبيطها وتصنيعها، يستانسون هم واهلهم. ارفعوا قدره عدل متى السنتين اللي فاتوا. اي والله بالكورونا ها، عسى الله يعودها من الايام. لكن الناس اكتشفت طاقات يعني. صح. انت ممكن ترفه عن نفسك وممكن تستمتع وانت في ديرتك. كل الامانه يعني ان شاء الله هذه ازمه اللي العالميه اللي حاصله في العالم كلها تنتهي والاوضاع ترد طبيعيه يا رب. الوضع مو مال احد يسافر، نصيحه اخو. لا الشتاء لا الواحد ما حد يسافر بالشتاء. والله مو بس الشتاء نوره، الوضع الحالي الحين عالميا متذبذب وفي صراعات وفي دنيا وفي مشاكل. يعني عسى الله ان شاء الله ينهي هذه المشاكل وهذه والحروب والدنيا والمشاكل اللي قاعد تحصل. خليك بديرتك. صح. مو وقت سفره، وديرتك هاي قاعد تصير. والحين وينترلاند قلنا بيرد والجو الحلو وعسيف معاكم بالاي تي في واحنا معاكم، لا تروحون. اكيد خلكم والجو حلو. وسعود بس ننوه تنويه بسيط قبل ان نطلع معاكم فاصل، بما ان الحين موسم مخيمات. نعم. وموسم كشتات، الحرص واجب اكيد، واحنا صحيح. من دورنا لازم ننوه شوي، واكيد راح تكون لنا استضافه خاصه بهذا الموضوع. نعم. نعطيكم طرق الوقايه والسلامه والمخالفات الامور هذه كلها. صحيح. اليوم عندنا فقرات كثيرة، أكيد بنطلع نستطلع ونشوف شنو فقرات اليوم ونرجع لكم. في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون الشيخ انتصار سالم العلي وحوار حول دورها في مؤسسات المجتمع المدني، الفنان والمنتج نايف الراشد وحوار حول جديده الفني وعمله في الإنتاج. مثل ما قالت زميلتي نورة، اليوم عندنا حلقة مميزة ومختلفة وضيوف مميزين، راح نستعرض الفقرات ونرحب بضيوفنا. أكيد. لكن بعد هذا الفاصل.